التوحيد ده حق ربنا. في ناس دايرين يشيلوا من الله ويدوا لعباده. دي خلاصة هذه الخطبة. والناس هنا تقسموا لقسمين، فواحد بيرضى انه حق الله يدوا للعباد، للبشر، للمخلوقين الضعفة، وفي زول ما بيرضى. الما بيرضى انه حق الله ده يكون الا لله، ده الموحد اللي بيمشي الجنة. اما الدائر يشيل حق الله ويديه للاسياد وللفقراء وللشيوخ، ده مشرك ماشي النار. انتهى الموضوع. قال تعالى: فريق في الجنة وفريق في السعير. بعدين الزول ده الامام قال: يا جماعة أنا ما شتمت زول، لا قال ينعل أم فلان ولا ينعل أبو فلان ولا قبيلة فلان ولا ينعل حبوبة زول، قال كده؟ ما قال. قال حق الله ده ما تدوا للأولياء والفقراء، لا شيخ حسن، لا برعي، لا صايم ديمة، لا غيره، لا عبد المحمود نور الدايم، لا سمانية، لا قادرية، لا ختمية، لا غيره. انت زعلان ليه؟ انت مع الله ولا مع الجماعه دي؟ المسؤول واضح، انت مع منو؟ شوف، يا مع الله يا مع النازل، حاجه في النص ما في، ابدا حاجه في النص ما في. عشان كده النبي عليه الصلاه والسلام قال لمعاذ بن جبل: انت عارف حق الله على العباد شنو؟ وحق العباد اذا ادوا حق الله ده حقهم على الله شنو؟ قال لي ما عارف. ده باختصار عشان الخطبة كانت كافية، بس أنا داري اختصر الكلام. قال لي حق الله على العباد ديل إن يعبدوا وما يعبدوا غيره، لا أولياء، لا فقراء، لا صالحين، لا غيره. وحق العباد إذا عملوا كده صحيح صحيح بيوديهم الجنة وما بيعذبهم أبدا إذا ما أشركوا بالله شيء. ده الموضوع، والأمة دي كلها جايطة في الموضوع ده. بس أما حكاية ما كان تجيب لنا اسم حسن وتحسون ولا برعي ولا غيره، ما تجيب اسمهم، دي حكاية فارغة ساكت. لأن ربنا قال: وقالوا لا تذرن آلهتكم آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا. الخمسة ديل شنو؟ ودا وسواع ويغوث، ديل شنو؟ ديل ده شنو؟ حيط؟ ما كانوا حيط، ده الأولياء صالحين، أولياء صالحين، رجال عندهم عيون ونخرة، عرفتها، ولحية وإضنين، ناس الله تكلم عنهم بأسمائهم يا جماعة. فما في تاني زول يقول بس ما كان تجيب اسمهم. هما لو ما جاب لك اسمهم أنت ما بتفهم، لو ما جاب لك اسمهم أنت ما بتفهم المعلومة بتصلك. لو قال لك أن الشرك خطير وأمر كبير والتوحيد عالم جميل وصلى الله على نبينا وسلم وقوموا إلى الصلاة يرحمكم الله، إن قاعد نصراني الأب فيلوس أو أسفرج ده ممكن يعرض، لأنه ما فيهم حاجة. عشان تفهم إنه ديل ما تعبدهم، هاي ما تعبد البرع. أنت زعلان ليه؟ دار تعبده يعني؟ إذا أنت زعلان من الكلمة دي معناته دار تعبده. ما تعبد تت الفلات، زعلان ليه؟ إذا زعلان معناته دار تعبد. ما تعبد الشيخ كمال الدين، الكلمة دي فيها إساءة له؟ فيها شتيمة أسع؟ ما فيها شتيمة. إذا زعلت معناته أنت مرضان دار تعبد. ده الموضوع كده بالمناسبة. وإذا عبدت ديل بتمشي جهنم لأنك مشرك، وربنا قال: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. القرآن ده أوضح من الشمس، لكن في ناس مرضانين ما دايرينه، داير يمشي يبروك للشيخ يبس له يده وينفنس للشيخ زي المرأة، عرفت كلامي؟ ويرجع من الشيخ كده ما يدي الشيخ ظهره، ودار يبروك للشيخ، ولما يخش للشيخ يقلع الطاقية ويقلع النعلات. شيخ ولا جامع؟ ده شيخ ولا مسجد؟ الناس ما بتفهم ولا شنو؟ وجايطين ليه؟ مش انتوا الناس جاتوا، انا اظن فيكم الخير كلكم، لكن بعض الناس جاتوا، انت جايط ليه يعني؟ عشان بيدوك حاجة يعني؟ كسرة ناشفة معفنة؟
تجود يا اخ تعال بنديك جداد بس وحد الله. فما في موضوع يا جماعه. الله ده قال وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين. الله قال لك انا ما خلقتك الا عشان تعبدني براي. ما في فقير بيدخل مع الله ابدا. اي زول يدخل زول مع الله كافر عديل كده. وفي ناس بيفهموا انه يقول لك اي زول يعبد زول مع الله كافر ومشرك، يقول لك انا ما عبدته، لا عبدته. لانه بيقول لك ما عبدته لانه قال العباده دي انه يفرش المصلايه ويقول الله اكبر الله اكبر وقد قامت الصلاه قد قامت الصلاه الى اخره. نويت اصلي صلاه الظهر 4 ركعات للشيخ زعيط، الله اكبر. هو قال دي العباده بس، دي ما العباده بس. العبادة يا جماعة عبادة غير الله ما بالصلاة بس، عبادة غير الله بالدعاء. لأنه زي ما الصلاة عبادة إن صرفتها لله عبدت الله، وإن صرفتها لغيره عبدت غيره وكفرت. كذلك الدعاء عبادة، إن دعيت الله عبدت الله، وإن دعيت غير الله عبدت غير الله. الضبح عبادة، شلت خروف بأربعة مشيت القبة القريبة دي شخ ضبحته هناك عبدت صاحب القبة وكفرت بالله وتدخل النار. ليه؟ لأنه ربنا قال فصلي لربك وانحر. يعني الله قال لك زي ما الصلاة أنت عارف عبادة بيصلوها لله وأنت بتصلي لله، قال لك كمان الذبح ده برضه عبادة زي الصلاة من ناحية أنه عبادة. زول صلى لغير الله مشرك ولا ما مشرك؟ زول قبل كده غريب القبلة شرك قبل غريب وقال ده اصلي لصاحب القبه دي الله اكبر، مالي الله مشرك ولا لا؟ كل الناس بيقول لك مشرك حتى الصوفيه ديل. طيب لو رفع يدينه قال يا شيخ مين ما عارف ده غير الله، يبقى عبد غير الله برضه مشرك. زي الصلاه لغير الله مشرك، الدعاء لغير الله مشرك، والذبح لغير الله مشرك. والشرك ده الان الغالب على الناس. الله قال وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. الدعاة ما بيتكلموا في الموضوع ده، مزيدكم ده إن شاء الله مزيد توحيد. لكن الدعاة ما بيتكلموا في الموضوع ده في أي مكان في الكرة الأرضية وبيلف بيدور والأمة بخير وصلوا على النبي وزيدوا صلاة، ده زول مستهبل دار ياكل كسرة وما ماشي في درب الأنبياء. أي رسول جل الموضوع ده الهسعة حصل فيه مشاكل ده؟ اي رسول جا له؟ ما في رسول فرشوا له وريد، ولا في رسول جابوا له باسطه. اقرا القران كله، ما في رسول جابوا له باسطه خالص. مشركين يجيبوا له باسطه ياكل، ما في ما في. اي رسول عادوا، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. السبب لانهم دعوا للتوحيد، الرسل كلهم كلهم. ربنا قال ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وربنا سبحانه وتعالى قال وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ده الموضوع يا جماعة. يبقى أي داعي ما بيتكلم في موضوع التوحيد ده وما بيهاجم الصوفية اللي بيدعو غير الله وبيدعو الناس إنهم يشركوا بالله، ده ما داعي على منهج الرسل ولا داعي على القرآن والسنة الصحيحة. والله الناس خليهم يجوطوا يتداققوا يكوركوا، لكن في النهاية الفيو خير خليه يوحد الله. احنا دارين منك شنو؟ حصل مرة فرشنا مخلاية هنا زي ما الصوفية بيسووا. الشيخ يقول لك والله أنا طبعا جاي من سفرا بعيد والعربية ورمولي هنا الفيها النصيب. حصل قلنا كده فيها النصيب؟ لو داير بنديك، ما دارين فيها النصيب. المادينة الله كفاية وما بيزول أغنى من الله سبحانه وتعالى، لابد تفهم المعلومة دي. نحن ما دارين دنيا أو مال، نحن دارين إنك توحد ربنا. وروني الغلطين شنو. لكن كلام التوحيد حار حار. الرسول عليه الصلاة والسلام أول يوم جاء قال الجماعة قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. قالوا لي أنت نبذت الأولية، هسا وينو نبذ الأولية؟ أبو جهل أبو لهب قال لي تبا لك سائر اليوم
وقال له أجعل الآلهة إلها واحدة؟ قالوا له كده إن هذا لشيء عجاب. قال له ألهذا جمعتنا؟ ده موضوعك؟ ناديتنا عشان تقول لنا خلوا الآلهة كلها، والآلهة دي كان فيها صور لناس صالحين، ود وسواع ويغوص ويعوق ونسر واللات، اللات ده كان بيأكل الناس كسرة، مش ناس قدر غريتكم طيبة شيخ كمال الدين، لا كان بيأكل الحجاج، حجاج بيت الله الحرام كلهم كسرة، وكسرة قايلة معفنة؟ أنت قايلة معفنة؟ كان بيأكلهم سمنة وعسل، عسل نحل أصلي الوقت داك ما زاتوا ما بلخبطوا، سمنة أصلية وعسل نحل أصلي، ولعله بلخبطوا مع الدقيق. حتى في إحدى الروايات الراوي قال فما أكل من هذا السويق السمنة والعسل أحد إلا سمن، يبقى مبغبغ. أول ما مات عبدوه، الله قال لهم ده كفر بالله وشرك بالله. يبقى حكاية بأكل الناس كسرة هي دي ورطت الناس ذات، هي الكسرة ما عندها ذنب، لكن الزول القلب إيمانه ضعيف بيظن إنه الشيخ جاب الكسرة ما الله، ده هو اللي عنده ذنب. والشيخ ذاته ما بيشرك لك بالكسرة، بيعمل لك شرك. زي الآن الصياد في البحر بيخد في السنارة قدام شنو؟ صار قيل بيشرك بل السمك، فالآن في شيوخ بيخطوا صار قيل بيشركوا بول البشر، يأكل الكسرة ناشفة وهو يضرب الجداد جوا واللحمة، يديك الشوربة بتاعتها برا يعمل لك فتة، تقول والله أبونا الشيخ كريم عشان تعبد، وانت بتاكل صحن فتة بتلقى لك فيها مع الحيران الموكان ديل تلقى لك فيها ثلاثة لقمات إن لقيت ذاته، وبتخط تطلع من جيبك 500,000. أها الشيخ ربحان ولا خسران؟ انت أكلت ثلاثة لقمات، الصحن كله ما بيجيب له 15 جنيه كله، ودفعت 500,000 للشيخ، يبقى الشيخ ربحان كم؟ 500 ناقص 15 كم يا شيخ مبارك؟ 485 جنيه ربحها. تيجي تقول له الشيخ أكل الناس كسرة، أنت بليد ما فاهم، أنت بليد، الشيخ أكل منك 485 جنيه، عرفتها؟ فافهموا يا ناس، نحن ما عندنا عداوة شخصية أو قبلية مع قبيلة ولا مع شخص في شكله، وإنما في الدين. ناس قالوا أعبدونا يا أخي، البرعي قال إنا بخطب في البلاد نزيل، قل يا ولي الله إسماعيل، قال إذا حصلت أمر مهم أو مصيبة ما تنادي الله، أدعو إسماعيل لأنه ولي، أشرك بالله. وربنا قال وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. يا أخي الله قال كده، يا أخي الله قال ما تدعو مع الله زول تاني، ده قال لك أدعو غير الله. كل الصوفية ده دينهم أي طريقة. محمد عثمان المرغني قال شيخي العيدروس هو البنى السماء ما الله، الله مش قال والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، لا لا، عثمان المرغني قال ده شيخنا العيدروس ده ما الله، السماء دي. وقال الكرسي والعرش، وسع كرسيه السماوات والأرض، الرحمن على العرش استوى، لا لا لا، قال ده ما حق الله كله، قال ده حق شيخنا العيدروس. وقال شيخنا العيدروس قال لو ما خجلان ومستحي من الله كان نار الجحيم دي طفاها وقفلها. قال شنو محمد عثمان المرغني؟ نقلوا عن شيخه العيدروس في كتاب فيوض البحور المتلاطمة، قال أنا عرشها والكرسي أنا للسما بانيها، لولا الحياء من ربي نار الجحيم أطفيها. ده دين الصوفية يا جماعة، السمانية نصابت عبد المحمود ديل ديل، عبد المحمود نور الدايم مؤلف كتب، اسمه كتاب اسمه النصرة العلمية، هسه اشتريناه من داخل محل القبة ذات، هسه اشتريناه بكم؟ 80 جنيه كتابين. بيقول في الصفحات الأخيرة إنه الأولياء بتاعينهم بتاعنا الصوفية والسمانية يتصرفون في الكون. تعرف يتصرف في الكون يعني شنو؟ يعني ينزل المطر وقت ما داير، يقتلك وقت ما داير، يخلي مرتك تلد زي ما هو داير، ما زي ما ربنا عز وجل يريد. عشان كده الجماعة بودوا نسوانهم للشيخ، هسه ده ما خايب ودي مرتي للشيخ. والصحابي جاء، الصحابي رضي الله عنه جاء راجع لقى مرته واقفة في العتبة بتاعت الباب شايل الحربة،
رفع الحربة دار يركبه للمرة في راسه. قالت له لا تعجل، بس لقاها واقفة بعتبت الباب، تجي لها توديها للشيخ؟ مرتك تتجمل لك وتتدخل لك، أنت توديها للشيخ؟ أنت بليد ولا شنو؟ ما راجل؟ الكلام ده كيف؟ شال شو الغيرة كيف؟ شال الحربة دار يفك بها المرة بس لقاها واقفة في العتبة برا، ديل كانوا ناس رجال. وديك الليلة أديك بتاع البيت حقك معاه جداتين، لو جبت ديك الجيران دخلته مع الديك ده مع الجداتين حقنا الديك حقك بنت فريشة ريشة، انت ما بتستحي توديها للشيخ؟ يعالجها قال عالجها انت ما فيك فايدة؟ يولدها ولدها انت شيخ داية ولا شنو؟ يولي شنو؟ شيخ شغال في مستشفى الدايات؟ المهم فده ده الليلة باختصار شديد جدا، ونحن والله بنقول الكلام ده والقلب يتفطر يا جماعة، والله يتفطر، وبنشوف حاجات من هؤلاء الدجاجلة الطواغيت المجرمين، حاجات يصب منها القلب دما وكذلك الأعين. لكن أعظم من الحاجات دي الشرك بالله سبحانه وتعالى بأصول الشيوخ، والكلام كثير لكن الخطبة تاع الشيخ أبو بكر تكفي، نسأل الله عز وجل أن يجزيه خير الجزاء، والكلام كان كثير لكن اختصرناه اختصارا وبارك فيكم وجزاكم الله خيرا. وداري كوري خلي كوري، يعني احنا في النهاية ما شغالين مع زول، ده دين عديل بنقوله في عينيه زول. جزاكم الله خير بارك الله فيكم. وصية القحطاني. بالله قولوا كلما أنشدتم رحم الإله صداك يا قحطاني.